بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين مساء الخير واهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد مع برنامج قضايا وردود حول توجهات الحكومه لمعالجه العجز في الميزانيه ويعتبر التخصيص او ما يطلق عليه البعض الخصخصه هو أداة أو إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومة وأي حكومة ليست حكومة الكويت فقط في تحسين الأداء الاقتصادي لديها وفي تفعيل إجراءاتها لرفع كفاءة الإدارة الاقتصادية في البلاد التخصيص له شقين شق متعلق بتخصيص أو نقل ملكية الدولة في الخدمات والمرافق العامة وهذا الجانب من موضوع التخصيص سبق أن تعرضنا له في فترة سابقة في برنامج قضايا وردود والشق الثاني من موضوع التخصيص هو نقل ملكية الحكومة في الشركات إلى القطاع الخاص ذلك ما سيكون تركيز ومدار بحثنا في هذه الحلقة من برنامج قضايا وردود لنتبين تأثيرات التخصيص على مجمل الوضع الاقتصادي والآثار الاقتصادية للتخصيص ويسعدني أن يشارك معنا في نقاش هذا الموضوع كل من الأخ علي رشيد البدر العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والأخ فيصل علي المطوع رجل أعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت والأخ هشام العتيبي مدير عام سوق الكويت الاوراق الماليه او ما يطلق عليها البورصه رحب فيكم اخوان في برنامج غضايا وردود أه وسبق أه يعني البرنامج استضاف اثنين من أه الاخوان المتواجدين معنا اللي هم الاخ علي الشيد والاخ فيصل العلي أه وتم النقاش معاكم على موضوع التخصيص في الجانب الاخر مثل ما ذكرت في المقدمه اللي هو تخصيص الخدمات والمرافق العامه <applause> احنا اليوم معاكم عشان نناقش التوجه الاخير اللي ابتدت في الحكومه ببيع اسهمها في الشركات الى القطاع الخاص الى الافراد والمؤسسات ودنا نسمع منك في بدايه الحديث اخ علي رؤيتك لتوجه الدوله في هذا المجال تفضل شكرا بسم الله الرحمن الرحيم اولا اشكرك الاخير يوسف اشكر جمعيه الخريجين على استضافتنا في الحلقه النقاشيه <applause> أه طبعا يعني احاول اختصر بقدر الامكان أه التخصيص هو سياسه اقتصاديه مبدئيه موجوده ليس فقط في الكويت في نعم. مئات عشرات لما اقول مئات الدول في العالم نعم. أه التخصيص هي بالكويت بالذات ليست سياسه اقتصاديه جديده بل هي بدات من عده سنوات اقدر اقول من اكثر من عشر سنوات سابقه نعم. على الاقل في الهيئه العامه للاستثمار أه التخصيص اللي قاعد نتكلم نتكلم عنه الان <applause> هو نقل ملكية الدولة في الشركات المحلية إلى المواطنين. له لها أهداف عديدة السياسة هذه أهمها في اعتقادي هي سياسة اقتصادية تهدف إلى التنمية وتهدف إلى تدعيم وتوسيع السوق الاستثمارية المحلية إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للمواطنين لاستثمار أموالهم ومدخراتهم. وهو غرض اقتصادي او هدف اقتصادي من اهداف السياسه الاقتصاديه التخصيص طبعا في تنفيذه يهدف الي توسيق السوق المحليه جذب مستثمرين جدد للتعامل في سوق في سوق الاسهم اللي هو يمثل تقريبا ممتلكات المجتمع التخصيص ايضا من نتائجه أنه يرسخ المواطنة بحيث عندما يتملك المواطن قطعة في اقتصاد بلده سواء في شكل متجر أو في شكل مصنع أو في شكل أسهم في شركة وطنية يعمق من إحساس المواطنة نعم. وفي نفس الوقت يؤدي إلى تطوير العمل في الشركة نفسها لأن المواطن لما يمتلك أسهم في شركة معينة إذا كانت شركة استهلاكية سوف يتعامل معها أكثر وبالتالي الشركة تزدهر وتكبر نعم. التخصيص في نهاية المطاف أيضا سوف يعطي الشركه قدرات اداريه والشركات المخصصه قدرات اداريه وفنيه لا. جديده عندما تجذب مساهمين جدد قد يكون عندهم قدرات اداريه وفنيه تفيد الشركه وتحسن من اوضاعها لا. وهذا الكلام عليه امثله كثيره في الكثير من دول العالم وخلال السنوات العشر القادمه التخصيص طبعا بدا من دول مثل المملكه المتحده وانتهاء الى دول صغيره في جنوب شرق اسيا وفي افريقيا لا. أه باختصار سياسه التخصيص اللي طبقه لاي الاستثمار الاستثمار تحتمل على ثلاث محاور المحور الاول اللي هو الطريق عن التخصيص عن بيع الاسهم عن طريق الكتاب العام بحيث تعرض اسهم شركه معينه من الكتاب العام و تعلن عنها بالصحف وعن طريق المؤسسات الماليه. المحور الثاني هو عن طريق المزاد احيانا يتقدم بعض المستثمرين افراد او مجموعه منهم يريدون شراء حصه في شركه معينه تدرس الهيئه هذا الطلب وتتفق الى السعر التي يعني تصل الى السعر اللي تعتقد انه مناسب الابتداء فيه. ثم تعرض هذه الاسهم بعد الاتصال توصل اتفاق مبدئي شراحة للمزاد العلني يعني تقريبا الجزء الاكبر من الحصه الجزء الاكبر من الحصه احنا الهيئه في برنامجها لا تنوي الاحتفاظ باكثر من 10% في الشركات اللي تملكها الاسهم هذه تطرح في الاكتتاب العام واحيانا عندما تكون النسبه المطروحه هي نسبه كبيره من الشركه نلزم المشتري او مجموعه المستثمرين ان يحتفظون لانفسهم لأن بجزء من الاسهم تمكنهم من التاثير على اعمال الشركه حسب استراتيجيتهم وان يطرحوا الجزء الباقي للاكتتاب العام بنفس السعر اللي اشتراه المستثمر حتى يمكن احيانا حيكون في خصم على هذا السعر لتحقيق الهدف الاساسي من البرنامج اللي هو Masjid Mirin Jadad طبعا والمحور الثالث لسياسه التخصيص هو البيع على صناديق استثماريه عامه الان في نزلت صناديق الاستثمار بالسوق طبعا هي بدايه صغيره وبدايه لا تزال في خطواتها الاولى لكن من المتوقع انها تنتشر خلال السنوات القادمه وهي اسلوب استثماري واداه استثماريه لازمه في اي سوق متقدمه الهيئه سوف تبيع اسهم من محافظها الى تلك الصناديق حسب حاجه تلك المصانديق بس هذه لن يكون فيها مزاد هيكون تقريبا على سعر السوق ويمكن احيانا بخصم اقل من المتوقع واحنا والهيئه الان تبتدئ وبقوه تطبيق سياسه التخصيص ان يكون في رده فعل توجس من البدايه مم. طبعا هذا حيكون في عرض للاسهم بالسوق لكن العبره في الامر هو الانتظار لفتره يعني السياسه الاقتصاديه لا تشوف نتائجها خلال شهر او اسبوع او شهرين تبي لها سنوات حد ما تثبت نتائجها المهم في الامر في اعتقادنا في الهيئه العامه للاستثمار ان معظم الشركات اللي التي الهيئه العامه للاستثمار تملك فيها اسهم الان ومعظم الشركات المسجله بالسوق المحليه تم اعاده هيكلتها من الناحيه الماليه، تم اعاده اطفاء الخسائر المتراكمه خلال السنوات اللي فاتت، بنيت المخصصات الكافيه لمخاطرها، راس المال تم اعداده وتقويمه واصبحت نتائج الشركات في معظمها نتائج مربحه، ودل على ذلك ارباحها عام 93 وارباحها خلال النصف الاول من عام 94، الامر اللي يدل ان الشركات الان جاهزه وتعتبر استثمار جيد للمواطن العادي. <applause> في كلام كثير ينقال طبعا على السياسه هذه بس هذا باختصار آه الفلسفه والاهداف. آه شكرا على يعني المقدمه صحيح مختصره ومركزه، في نقطتين قبل أن انتقل الأخوان آه ودي ان يعني تضيفها لنا او تركز فيها شويه. آه التخصيص آه يقال بان اداه مثل ما قلت ايضا انا في المقدمه آه في يد الحكومات دائما لتعديل المسار الاقتصادي، لتحسين الاداء الاقتصادي. آه بالنسبه لنا بالكويت وفي ظل الاوضاع الاقتصاديه السائده في اوضاع عجز الموازنه ايش كثر بالفعل تعتقد اخي علي ان نقل ملكيه الدوله للقطاع الخاص في سواء الخدمات او الاسهم يساعد في احداث تحسين وضع الموازنه كذلك ايش كثر يمكن ان يساعد في تحسين الاداء التجاري والفني حتى للمؤسسات اللي تنتقل الى القطاع نعم. الخاص لان في راي دائما يقول بان اداره القطاع العام اقل كفاءه من القطاع الخاص نعم نشوف اذا احنا نتكلم عن تخصيص المرافق العامه وهذا طبعا موضوع ثاني من موضوعنا الان فهو يعتبر او اعتبر في العديد من الدول سياسه رئيسيه في مجال تخفيض عجز الموازنه بحيث أنه أصبح.. كثير من الدول نظرت أن كثير من أموالها تنفقها سنوياً في مجال الخدمات العامة فبدأت في.. تخصيص الخدمات العامه ونقل ملكيتها للقطاع الخاص بحيث يتم ترشيد انفاقها نعم ويتم تحسين خدماتها نعم وفعلا يعني لو تلا تلاقي النتائج التي تمت من دراسات البنك الدولي ومن نتائج التجارب الفعليه في الدول المختلفه مثل هذا التوجه ادى نتائج جيده جدا نعم في مجال دعم الماليه العامه الماليه العامه مثل ما نعرف هي سند الاقتصادي لاي مجتمع ولا اقتصاد وطني نعم وطالما فيه هناك في آآ 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 في فيه مشكلة أو فيه نقص يجب يجب تداريه لمصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام وأحسن طرق معالجة العجز الموازنة العامة هو تخص تخصيص الخدمات العامة. نعم. لو نتكلم عن البرنامج اللي تقوم فيه هي عام الاستثمار هذا ما له علاقة بالموازنة العامة هو له علاقة أساسية بتوسيع القاعدة الاستثمارية في السوق المحلية. نعم. اثنين من المؤكد الى تحسين الاداء الاقتصادي والاداء الاداري والمالي والفني والتجاري للشركات. عندما يتوجه للقطاع الخاص. ما في شك. يعني في من يتخوف اخ علي بان الحكومه اذا تتوجه الى التخلص من بعض الاسهم لرفع كفاءه ادائها في القطاع الخاص، هل معنى هذا ان الحكومه لما اقدمت على التخلص من سهم شركه شركه معينه ماني قايل الان آه يعني ربما هذا مفهوم خاطئ ودي بالطبع يعني هل بالضروره ان بيع الحكومه لاسهمها يعني التخلص من سهم رديء؟ لا كلا يعني الحكومه سوف تا يعني تا الحكومه الهيئه العامه للاستثمار وهي ممثلة الدوله في هذا المجال تعمل بقدر الامكان ان الاستثمارات التي تعرضها للجمهور تكون استثمارات جيده وملائمه. نعم. هذا الاساس الجيد، نعم. اثنين تحسين الاداء الاقتصادي يعني الواحد يعني, نعم. يعني عرف يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. نعم. يعني لما تكون الدولة تملك حصص كبيرة في عدة شركات أو الهيئة العامة للاستثمار يظل في تقديري ولو أني أنا يعني في موقع المسؤولية في المكان إنما لما تنقل هذه الأموال وتنقل هذه الملكيات إلى مواطنين متفهمين وعارفين الأمور إدارة الشركات وأمور تنمية الأموال من المؤكد أن الأداء في نهاية النهار سيكون أحسن من أداء اللي هو لما تكون الاسهم مملوكه للدوله تختار الهيئه لاداره الشركه ما في شك وهذه نعم. يعني سنه الحياه يعني نعم. هذا ليس شيء جديد هذا شيء معروف من من الاصل ومن زمان دائما لما يكون صاحب المال هو واقف على المال ويدير المال ويهتم بالأول النتائج التج... نتائج الاداء دائما تكون جيده. عينك على حلال الكدوه ما بيروح لها يعني الهيئه العامه للاستثمار وممثلين الهيئه العامه الاستثمار يقومون بعملهم الى اقصى درجه ممكنه في محاوله تنميه هذه الاسهم وهذه الشركات، لكن في اعتقادي من المؤكد انما لما تحول اموال الى المواطنين والى مجموعات المستثمرين فعندهم من القدره. ومن البال ومن الافكار اكثر بكثير من القدره الموجوده عند اي نظام حكومي. شكرا نعم شك... اشكرك اخ علي. الاخ أه فيصل المطوع نعم. احنا استمعنا الان من الاخ أه علي لرؤيته أه لتوجه الحكومه في موضوع نعم. التخصيص وبالذات نقل ملكيه الاسهم الى نعم. الحكومه الى القطاع الخاص. نعم. أه كيف ترى انت التطبيقات اللي حصلت؟ على الاقل احنا بدينا في شركه واحده والان توجه لشركه ثانيه نعم. واخرى جايه فاسمع رايك. اول شيء احب اشكرك اخوي يوسف على دعوتك للمره الثانيه للحديث في نفس الموضوع وان كان بجانب مختلف واحب انوه في بدايه كلامي ان انا وان كنت عضو في مجلس غرفه التجاره والصناعه لكن الاراء اللي اطرحها في هذا في هذه الندوه نعم. لا تعبر بالضروره عن راي الغرفه وانما عن رايي الشخصي نعم. آه نجي الى موضوع الخصخصه وتطبيقاتها اللي قاعد تنفذها الهيئه الاستثمار في الوقت في الوقت الراهن. نعم. انا يعني متفهم للصعوبات اللي تمر فيها الهيئه في عمل الخصخصه او تخصيص او طرح بعض الاصول اللي تملكها الدوله للقطاع الخاص لان الظروف اللي مرت فيها الكويت بالفتره السابقه من ازمات ماليه من ازمه سوق الاوراق الماليه 82 الى الغزو والنهب اللي تم الى مشاكل المديونيات نعم. الى 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 اليوم والاوضاع السياسيه اللي صارت حتى في شهر اكتوبر الماضي كلها امور ما تشجع نعم. على المناخ الاستثماري وبالتالي الهيئه في وضع ما هو سهل جدا نعم. ان هي تطرح اي سهم في اي وقت تبي فهذا وضع يعني لازم نعم نتكلم في بحياديه ولصالح الهيئه يعني في هذه الظروف ايضا قاعد تحاول نعم لكن في نفس الوقت اخوي يوسف اللي احب اقول لك اياه ان التخصيص او الخصخصه او سميها ما شئت في تجارب دول سابقه رائده سبقتنا ويجب ان احنا نتعلم منها التخصيص ما هو هدف وانما وسيله لهدف اعلى واشمل واعم اللي هو اعاده ثقة النظام الاقتصادي اللي هو مزيد من الشعبيه للاصول نعم. في المشاريع الاقتصاديه نعم. مزيد من 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 الاستثمار في السوق المحلي نعم. مزيد من وجود فرص استثماريه جيده للمواطنين نعم. مزيد من رفع الكفاءه والاداء في اداره هذه الاصول نعم. فالخصخصه ليس فقط نقل ملكيه وانما ايضا نقل اداره من قطاع عام لقطاع خاص وثبت <applause> ان اداره القطاع الخاص بالتجارب في كل في معظم دول العالم اذا ما قلنا في كل دول العالم انها هي اكثر كفاءه لان مثل ما تفضل اللي يدير ماله يختلف عن الموظف اللي ياخذ راتب في نهايه الشهر لكن انا عندي بعض المآخذ الحقيقه على عمل الهيئه أولا أنا أعتقد الخصخصة هي مثل يعني ما اتفقنا سابقا انه هي أسلوب ومنهاج عمل. نعم. يجب أن يتفق عليه المجتمع وأعتقد في معظم معظم المجتمع الكويتي متفق عليه. آآ آآ هذا هذا الأسلوب يجب أن يكون له جهاز. سمى ما سم ما تشاء مجلس اداره، مجلس اعلى للخصخصه او للتخصيص هيئه عامه للتخصيص، هذه الهيئه غير الهيئه العامه للاستثمار ما لها علاقة, <applause> علاقه بالاستثمار ما لها علاقه بالاستثمار، هذا موضوع التخصيص في كل دول العالم وجد لها مجلس اداره او هيئه خاصه بتخصيص ملكيه القطاع العام وكيفيه تحويل القطاع الخاص. نعم. يعني بورشيد جزاه الله خير عليه ضغوط هو انسان شخص واحد ما يعني مهما اجتهد يبقى فرد لكن لو وجد مجلس عام يكون ممثل في القطاع الخاص اللي ما له مصلحه راح تنظر فيما لو بيعت بعض الاصول حتكون الامور اكثر حياديه وتمشي بشكل منهجي المنهج اللي انا اتكلم عنه انه انا اعتقد لازم اسلوب طرح اصول الحكومه على القطاع الخاص، نعم. يجب ان تاخذ الاسلوب مش اسلوب المشاركه الشعبيه. نعم. لان الخصخصه تعني فيما تعني، تعني التعدديه الاقتصاديه. نعم الاقتصاديه تعني المزيد من المنافسه. نعم. والمنافسه تعني آآ 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 المزيد من الكفاءه لان اللي يقدم الخدمه الافضل بالسعر الاقل هو بالنهايه اللي راح ينجح. نعم. هذه كلها تتطلب مزيد من المشاركه الشعبيه. نعم. وهذا هدف اعتقد في معظم الدول اللي سبقتنا مشت عليه نعم فالحكومه لما تيجي تطرح اصول للعامة لعامة الشعب لشعبها اللي هو اساسا مالك للمال العام فتكون العلاقه مختلفه عن العلاقه بين تاجر وتاجر نعم. او واحد عنده اصل يبي يحقق اعلى اعلى سعر ويبيع أعلى كميه في اقصر وقت نعم. ها هذا هدف تاجر معين يبي يبيع بينما الحكومه دائما تنظر لما بعد هذا للأهداف الأخرى التي تكلمنا عنها نعم. إلى إعادة الثقة في النظام إلى مزيد المشاركة الشعبية إلى مزيد من الكفاءة والمنافسة والتعددية فإذا أخذنا هذه الخطوط العريضة وحطينا منهاج لها ضمن مجلس إدارة يضع هذا المنهاج نعم. وجينا للهيئة الاستثمار أو الجهة المتخصصة وقلنا لها ضمن هذا المنهاج روح اشتغلي إن أولا الأصول تنزل كتاب عام ضمن خصم معين للجماهير للمواطنين انت ما اعطيتها فرد معين او مؤسسه معينه وحابيتها انت تعطي المواطنين الكويتيين الفرصه متكافئه للجميع ضمن خصم معين وبعد ما تكون مثل ما تفضل الاخ علي تم تم اعاده هيكله هذه الشركات واصبحت شركات رابحه هل انت مفترض ان ان التطبيق اللي صار من قبل الهيئه في محابات انا ما ما قلت في محابات وانما الطريقه مثلا احد مثلا خلينا نتكلم بصراحه فضل. يعني موضوع التسهيلات كان اسلوب جيد قال نعم. اتفق معك نعم. واتفق مع الاخوان وانا قلت لهم الاسلوب كان جيد طلع كتاب عام بديسكاونت معين للمواطنين وكان في في ضمان من مؤسسات ماليه بالشراء وهذا اسلوب اللي يعمل فيه بس لما شفنا الاقبال تزايد رحنا اعطينا اكثر من المبلغ اللي احنا وضعناه نعم. ك ك ككمية للبيع نعم. هذا أنت تونا تاكدين سلف إحنا نعم. تونا بعدين بالخصخصة نبي ننجح في بداية أي عمل النجاح معناته حيؤدي إلى مزيد من النجاح لأن أول مرة أنت جذبت ألفين مساهم أو ألفين مستثمر حطوه بالتسهيلات المرة القادمة لازم تطمح أنك تجيب خمسة آلاف إلى عشرة آلاف إلى أكبر عدد ممكن فنجاح الأول تجربة كان مهم جداً انا كان وجهه نظري ان انت مدام دام قلت انا بطرح 30000 30 مليون 30 مليون سهم تطرح 30 مليون سهم بغض النظر عن العدد اللي جاك لل للكتاب ايش كثر اثرت الزياده اللي طرحتها الهيئه من الصعب على قياسها الاخلال يعني. من الصعب قياسها لكن انا اعتقد انه انه الكميه اللي اعطيت بشكل منفصل للمؤسسات الماليه او المؤسسات الاخرى ما كان لازم تعطى بخصم م. لأن انت لما تعطي مؤسسه ماليه من غير طريق الكتاب اللي عن طريق الاكتتاب لازم تساويهم جميعا. لكن اذا تعطي مؤسسه ماليه معينه سعر لازم تعطيه بسعر سوقي. نعم. يبي يشتري انا اعطيه بسعر سوقي، انا اعطي خصم لمواطنيني. نعم. لافراد الشعب اللي ابي اجذبهم. نعم. مؤسسه ماليه تبي تشتري اعاملها شاري بايع. شاري باية سعر السوق. نعم. فهذا الـ 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 الاسلوب اللي والمنهاج اللي انا اتمناه ان يكون في استراتيجي في استراتيجيه معينه فلسفه يتفق عليها منهج يتفق عليه ونمشي ضمن هذا المنهج في اسلوب في هذا الاسلوب شكراً, شكرا طيب شكرا لك إيه؟ قبل ما ننتقل طيب لاخ هشام اذا في تعقيب <applause> سريع على ما أذكره ولا إيه؟ تبي نسمع هشام ونرجع لك لا بس عشان يعني مجرد تعقيب <applause> على الكلام <applause> اللي ابو خالد الاخ <applause> <applause> فيصل اولا يعني بس هو بدايه الحديث قال الاخ علي عليه جهود كثيره أبن اول اكد أه برنامج التخصيص تشرف عليه الهيئه العامه للاستثمار والهيئه العامه للاستثمار فيها مجموعه من الشباب الخبير والكفؤ والقادر هم اللي يقومون على تنفيذ برنامج التخصيص في عندنا مجلس اداره يقر هذه السياسه ويتابع هذه السياسه، نعم. في لجنه تنفيذيه معظم اعضاء كل أعضاء من مجلس الاداره ومعظمهم من القطاع الخاص، نعم. هم الذين يشرفون على برنامج التخصيص، نعم. ليس يعني موظفين حكومه فقط ليقوموا بهذا العمل. اثنين الهيئه في التسعير تراعي مصلحه المال العام، مصلحه العام هذه مصلحه اساسيه، نعم. وتراعي في نفس الوقت مصلحه المشتري. تحاول بقدر الامكان ان تمكن المشتري من الحصول على سلع باسعار جيده يربح منها في المستقبل، مو نعم. مو المقصود فيها ان ناخذ اكبر الاسعار ثم يجي المشتري بعد سنه سنتين يخسر فيها، هذا هي سوف من المؤكد نعم. انه سوف يضر بسياسه التخصيص اللي تقوم بها عمل الاستثمار وفي نفس الوقت سياسه التخصيص اللي حتقوم فيها الدوله في المستقبل القريب المرافق العامه، فبالتالي نعم. المشتري يجب ان يربح. اثنين الاجراءات كلها علنيه وكلها مزاد علني ما توجد اجراءات يعني خاصه آه النقطة الأخيرة اللي تفضل فيها الأخ فيصل هو موضوع شركة تسهيلات، موضوع شركة تسهيلات لما طرحت الأسهم طرح فعلا 30 مليون سهم، كانت التوقعات الفنية الموجودة أنه حيكون في إقبال في حدود 50 مليون، نعم. فبالتالي تطرح 30 مليون يعني الواحد ياخذ تقريبا 60 70% من الأسهم اللي طلبها يبقى شيء جيد لا بأس فيه. نعم. اللي آه احنا يعني فوجئنا فيه فوجئنا فيه بسعاده ان الطلبات هي 150 مليون سهم طبعا في الحاله هذه نعم فكرنا فيها بالاداره هل نتمسك ب 30 مليون او نرضي على الاقل جزء من فقط 25% من اجمالي الطلبات يجب ان نرضيهم، احنا عندنا برنامج تخصيص، الهيئه تملك الدوله تملك في شركه تسهيلات 100 مليون سهم عرضه 30 مليون مئة 150 يجب ان ترضيهم. وتم ارضائهم بشكل جيد اعتقد ورد الفعل كان جيد جدا. فيما يتعلق بالمؤسسات الماليه اللي تفضل فيها الاخ فيصل هذه مؤسسات ماليه دخلت الاكتتاب مثلها مثل اي مثل اي طرف ثاني نعم. لو دخلت مؤسسه المالية الف او باء او جيم او دال عاملتها لهيئه له نفس المعامله اثنين المؤسسات الماليه لا حتى بالتعامل معهم كنا حريصين يعني بينا لهم ان احنا نعطيكم نسبه اكثر في التخصيص بشرط الاحتفاظ بهذه الاسهم لفتره ثلاث سنوات مه. هم مستثمرين طويلين الاجل فبالتالي انا من واجبي اني اشجعهم على استثمار طويل الاجل فهم وافقوا وقالوا لا احنا يمكن نقعد حتى خمس سنوات قبل ان نفكر في البيع فكان من مصلحه الهيئه ومن مصلحه البرنامج ان نغري ونشجع المؤسسات الماليه والاستثماريه الطويل الأجل طويلة يعني طويله الاجل على الشراء ولا ننسى ان يعني قاعد نتكلم ما ودي اسماء بس مؤسسات ماليه ما هي فرديه ولا هي شركات يعني خاصه هي مؤسسات ماليه تمثل معظم المواطنين في البلد تمثل مدخرات معظم المواطنين في البلد نعم. فبالتالي يعني ما حابينا يعني مجموعه معينه من الناس بس حبيت هذا اللي الاخرين نعم شكرا أه لك هشام العتيبي انت الان بعد الاستماع الى هالمقدمه الطويله من الاخوان تقرير البنك الدولي اللي نشر في الصيف الماضي 93 تضمن رقم 800 مليون دينار متوقع ان تقوم الدوله بنقله الى القطاع الخاص بمعنى ان تبيع الحكومه اسهمها في الشركات اللي تملك فيها الى القطاع الخاص بحدود 800 مليون الان بدات الحكومه بشركه التسهيلات والان في مطروح موضوع نقل الملكيه في البنك الاهلي وهناك قائمه اخرى ما نعرف عنها. انت في من خلال معايشتك لشغل الكويت الاوراق الماليه للبورصه ودي انقل معاك راي يقول بان الحكومه تاتي الان في ظل الركود الاقتصادي الشامل في ظل انعكاسات الاحداث الاخيره اللي حصلت في الكويت على السوق او على اداء سوق الكويت الاوراق الماليه لتضخ اسهم من جديد فتزيد معروض الاسهم و تاخذ جزء من السيوله المعروضه في السوق مما قد يؤثر على اسعار الاسهم. هل وجدتم في سوق الكويت الاوراق الماليه ان البدايه اللي بدات في التسهيلات والتوجه الان لبيع الاسهم الحكوميه او الملكيه الحكوميه القطاع الخاص فعلا انعكست بالتاثير او بالسلب على اداء السوق وهل هذا متوقع في المستقبل خاصه ودي تربط هالنقطه في النقطه اللي بدا فيها الاخ علي الشيد وقال بان ليست هناك علاقه مباشره فيما بين معالجه عجز الموازنه في موضوع بيع الحكومه لاسهمها اذا هل هذا هو الوقت المناسب ان تاتي الحكومه وتبيع بعض الاسهم اذا ما كان لها علاقه بعجز الموازنه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم احب اشكرك الاول يوسف على دعوتنا حياك الله لان أنا اعتقد هذا كان وقتها ومجال النقاش في هذا الموضوع اعتقد في التغيرات الاقتصاديه اللي راح نشوفها يمكن في المستقبل من التخصيص وغيره اعتقد يجب ان يناقش الان ويطرح على بساط البحث أه التخصيص طبعا مثل ما يمكن انت شرحت بالاول ان هذا اللي قاعد يتم الان هو ليس بالتخصيص المفهوم العالمي المفهوم نعم. بما معناه ان ما تملكه الدوله في ملكيه كامله في مؤسسات وراح تطرحها لان هذه بالنسبه لنا سهله لان ما لها سعر بالسوق ما هي مدرجه نعم. فاي سعر تطرحه الدوله بحوافز معينه بخصومات معينه وتوزعه على الناس قصدك سعر مخبول. الخدمات مثلا سعر الخدمات مؤسسات الاتصالات نعم. نفترض يعني بوجودك انت خطوط الجويه الكويتيه هذه ما هي نعم. ما هي مطروحه لان لو تطرح سهله تداولها لانها ما لها سعر اساسي نعم اللي قاعد يطرح الان هي شركات مدرجه في السوق نعم. ولها سعر نعم ولها اكثر من سعر م -م. لها سعر دفتري نعم. لها سعر سوقي لها سعر مستقبلي نعم. فحتى تقييم اللي هي اهم شيء في موضوع هذه الخصخصه هو كيف تقيم السعر اللي بتعطيه للناس نعم ولما تقيم السعر كيف تخلي الناس اتيك نعم. البورصه هي مرأة عاكسة للأحداث الوقتية وتعطيك جواب وقتي لما يتم باليوم ما يحيى تنظر شهرين ثلاثة من قرارات اقتصادية وسياسية, وسياسية. نعم. فبالنسبة لنا احنا كان التوقيت شيء مهم جدا عند طرح هذه الليشن. نعم. كإدارة بورصة نعم. ويشهد للأخ علي شهدنا على اتصال معنا يمكن باليوم مرتين وثلاث للرد على هذه التساؤلات نعم. هل هذا وقته أو مو وقته نعم هل احنا نبتدي نطرح وكيفيه الطرح؟ وكنا احنا نعطي راينا و اسمه اللي خلينا نعطيك مثلا يعني لو كانت تطرح انت اليوم احسن شركه نعم وبديت اجراءات الطرح وبدات الناس و وصارت الحوادث اللي على الحدود الكويتيه قبل نعم شهر توقف خلاص الناس صار عندها نوع من رده الفعل المساله لمها. نعم وبس حبيت اذكر نقطه ترى احنا ايام الحوادث الاخيره نعم. هذه اللي صارت السوق نعم. كان طالع فوق يعني غريبه نعم. وبعد ما تم الاعتراف وهذا اللي كانت الناس نوعا ما طالما السوق ركد يمكن نعم. نعم. ايام الاحداث الناس لها ثقه في الناس يعني, في ال... يعني لان لأ اعتقد الخطوات اللي اتخذتها الحكومه كانت سياسيه وعسكريه وهذا نعم. كانت نعم. بالفعل مشجعه وبعد ما خلصنا واخذنا الورقه وهذا الشيء الان طخ <applause> وهذا أهم سبب لنا احنا نوع من القلق الان أن ليش يعني الشيء واقف وهذا يمكن احنا بعد شوي راح ندش فيه لان احنا نتكلم عن يمكن برنامج مدنيه جاي برنامج الكلام عن العجز الكلام على تخ موضوع مبدا التخصيص نعم. <applause> اللي شفناه احنا الان اللي نحاول ان نوجد له سبل ان نوجد مؤسسات ماليه للتداول احنا عندنا نعم. تخلي الناس تيجي وتستثمر عن طريقها وتعرف شلون تدير مدخرات لبعض الناس الوسطاء اللي راح يكتفون نعم. <applause> اللي احنا ابتدينا فيه يمكن خطوه الصناديق الاستثماريه عشان تكون هي يمكن بعد اربع خمس سنين تكون صنعه سوق وتقوم في هذه العمليات مع شركات الاستثمار الموجوده نعم. اللي هي اكثر يجب ان تقوم بالعمل من البنوك انا برايي يعني نعم آه الشيء الثاني طرح شركات جيده مثل التسهيلات نعم وهذه جيده من الشركات انا أحسن شركات من احسن الشركات اللي الشركات الجيده المطروحه عندنا كان طرح موفق وطريقه الطرح كانت موفقه وانا وافق الاخ فيصل العلي انه كان طرح موفق مع انه يمكن متحفظ على مبدا الاكثريه. لكن دائما في هذا الطرح اذا في اكتتاب عام دائما لاول ست شهور او سبع شهور المستثمر البسيط يترجى ربح بسيط. فدائما تشوفه يبتدي يبيع سهمه بربح 2% و3% و5% وبالاخير بعد خمس ست شهور تجد هذه الاسهم رجعت الى ناس مستثمرين طويلين الاجل. واحنا عندنا في سوق الاوراق الماليه نرى شركات جيده جدا من احسن الشركات نعم اعطيك مثلا شركات تامين نعم ما نلقى عليها تداول مع انها يمكن في بعضها يمكن احسن من الشركات الماليه الثانيه لان ملاكها لان ملاكها مستثمرين طويلين الاجل نعم. فاحنا اللي ندوره هو مستثمر طويل الاجل للعمل المدخرات وندور احنا المستثمر الصغير اللي يعرف شلون يحرك مدخرته من, من هاي الشركه اليوم الى الشركه الثانيه اللي بتطرح بعد شهر الى الشركه الثالثه اللي بتطرح بعد شهر اللي ياخذ فيها رزقه مثل ما حنقول. بس في السوق في سوق الاوراق الماليه دائما انت في حاجه الى قطاع المضاربين. المضاربين هم احنا نسميهم ملح السوق. المضارب هو اللي يعطيك السعر اللي يطلع السعر. المضارب له دور له دور في صحيح. تحقيق قيمه السهم بان صحيح. يكون اداه سهوله يعني. صحيح صحيح فعاد بس المضاربين احنا بالكويت الغريب عندنا المضاربين ما يشكلون حوالي الا 15% من ملاك السوق ترى حتى في العالم كله المضاربين يشكلون 15 الى 20% من نعم. لكن هم اللي يطلعون لك السهم وهم اللي ينزلونك وهم اللي يعطونك الفرصه الربح. لا. اللي هي قلت لك عشرة و 15 فأنا أعتقد التوقيت الآن مهم بالنسبة إحنا لنا جدا في موضوع الطرح والطريقة اللي قاعدة تمشي أعتقد جيدة وأعتقد أنا الإنعكاس اللي راح يكون على السوق ليس مو, مو التخصيص بالمعنى المفهوم لأن التخصيص في المقال الأخ على يتطلب أربع خمس سنين لتقييم الأداء اللي أنت أطلعتها. أنا أعتقد في شيء أهم راح يجينا لا. وهو اللي راح يكون تأثيره على السوق راح يكون أهم وانا اعتقد ركود السوق الان ليس بسبب التخصيص لا. وليس بسبب العجز في الموازنه، العجز الموازنه هذه خطه حكوميه طويله، انا اعتقد في جديد. اشياء مجونيه انا اعتقد اهم وهي اللي راح يكون تاثيرها مباشر علينا وانا ما احب ادخل في نقاش زين معمق عنها. اخ هشام انت توك قلت بان تعتقد بان توقيت بيع الحكومه لاسهمها صحيح. احنا نسميه مجازا التخصيص ها؟ بيع الحكومه لاسهمها تعتقد انه توقيت جيد. اذا هذا في رد غير مباشر على من يقول بان التخصيص او بيع الحكومه لاسهم التسهيلات والان للاسهم اللي راح تاتي اللي هي اسهم البنك الاهلي انت ترد عليهم بان هذا ليس في تاثير على وضع السوق هو راح يكون تاثير وقتي اني الان لكن انا اعتقد خلال خمس شهور راح تبين ان هذه التاثيرات والتخوفات اللي كانت عند بعد خلينا نقول المضاربين والمستثمرين في غير محلها انا اعتقد هذه الشركات لا خلينا نعطيك انا مثل بسيط جدا نعم. انت قاعد تبيع الان سهم في شهر 10 في شهر 11 يعني هذا السهم راح يعلن ارباحه بعد شهرين نعم فانت قاعد تبيع بارباحه نعم. يعني معناته التوقيت جدا جيد يعني بدل ما ابيع بشهر واحد وانطر المستثمر او المضارب ينطره سنه عشان نعم. ياخذ ربحه او المستثمر ياخذ ربحه نعم. انا قاعد ابيع لك بشهر 10 نعم واتوقع ربحه انا بشهر 2 نعم. مثل التسهيلات احنا عارفين وميزانيات موجوده البورصه طلع ميزانيات نعم واللي يقراها يعرف ان انت قاعد تشتري سهم محمول نعم جيد بما في البنك الاهلي نعم. اللي <applause> مثل ما انت تطرقت عليه سهم محمول وجيد نعم وميزانيته معلنه نعم. فانا اعتقد التوقيت الان جيد لكن في تاثيرات خارجيه يمكن تخليك لسبب ثاني مو بسبب التخصيص نعم تاثر على الركود واعتقد ان الركود مو بس بالبورصه اليوم الركود على مستوى كامل يعني اي مستوى عام أه شكرا هشام بتعلق شيء انا بس عندي مداخله بسيطه طبعاً. بالنسبه ل اللي تفضل فيه البرشيد والاخ علي بالنسبه للاخ علي انا بس اللي احب اقول انه طبعا مع تفهم الصعوبات اللي موجوده في السوق انا بعتقد ايضا حركتهم بالتخصيص حركه بطيئه تحتاج الى شويه حيويه اكثر بالاضافه الى ان في الوقت اللي قلت انه لازم نسعى في 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 كل الحالات اللي نقدر فيها الى مزيد من المشاركه الشعبيه ما اغفل عن نقطه مهمه اللي طبقت بالتسهيلات وارجو تطبق بالحالات الاخرى انه يعطى المساهم حق الافضليه في جزء مما يطرح بالكتاب العام لا. هذه نقطه بس النقطه الثانيه اللي تفضل فيها بروشيد الاخ علي يقول ان هم تكلموا قاعدين يشتغلون بالنسبه للشركات المملوكه للهيئه ويعيدون هيكلتها ويضبطوا بحيث انا الحقيقه يعني كمراقب فقط لما الحين ما شفت الهيئه شالت مجلس اداره شركه لانه والله ربحيتها ما كانت بالمستوى المطلوب او غيرت الاداره في مؤسسه لان اخفقوا في تحقيق البادجت مالهم الميزانيه المقرره لهم او بالعكس انا شايف انه كثير من, من مجالس الادارات معششه صار لها فتره طويله في مكانها ومزيد من الفشل واذا لم تبقى مكانها بعضها يرقى نعم. فانا بس هذه نقطه احب يعني ابين لها لان هذا حديث المجتمع دائما يرقى او يوزع من شركه الى إيه إيه شركه يعني المؤسسة الشركات المؤسسة الحكوميه او اللي تملك فيها الحكومه اغلبيه مجال للهيئه تملك فيها اغلبيه مجال سداراتها ورؤسائها واعضاءها المتدربين اللي هم اساسا موظفين حكومه ووضعوا في مراكز ممتازه هذه المراكز طبعا مرتاحين هم منها وما يبون ان الهيئه طبعا تخصصهم او تخصص اسهمهم لان يفقدوا مراكزهم وشفنا بعض بعض الحالات هناك مقاومه, مقاومة من, من, من البعض مقاومة يعني. من البعض شفناها يمكن في الفتره الاخيره وانا بس اللي 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 بقوله الاخ ان احنا بالسوق ما احنا شايفين انه اولا القطاع الخاص له دور في موضوع الخصص هو يقول انه في له دور انا ماني شايف انا في عضو في غرفه التجاره وغرفه التجاره تمثل القطاع الخاص لما الحين ما شفت انه والله من هيئه الاستثمار شيء يسالنا راينا او تعالوا يبولنا لنا ممثل او بهذا الامر و وكل دول العالم على فكره في التخصيص ما يترك الامر للموظفين مع كل احترامي وتقديري للجميع وانما يترك للقطاع الخاص كل دور مهم في المعملية نعم. ال 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 الشيء الثاني بالنسبه للبورصه يعني انا كان بودي ان الاخ هشام مع انه قاعد يقوم بدور ايجابي في البورصه انه يطور ادوات نعم. البورصه يعني اعطيك مثل اللي 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 يوجه اكبر بورصتين في العالم نعم. تداولهم طوكيو ونيويورك وحتى لندن هو الفيوتشر ماركت او ما نسميه المدد, المدد. المدد. يعني احنا الحين طيب صارت لنا مشكله المناقص 92 احنا 94 ردت فعل طويله ها. <applause> احنا 94 <ربعة وتسعين. تصفيق> يجب على ان يكون هناك مؤسسات ماليه تعطي 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 تعطي, تعطي الخيار اللي هو نظام الاوبشن للمستثمر تترك المؤسسات الماليه ان ان تدخل البورصه وتمول من يريد ان يشتري ضمن طبعا معايير مصرفيه حصيفه نعم. زين هذا ما نتكلم عن 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 تعلمنا من المشاكل الماضية الحصافة مطلوبة نعم. والأمور يجب أن تؤخذ بشكل منظم لكن أنا شايف أيضا أن البورصة بطيئة نعم. في إدخال هذه الأدوات اللي كل بورصات العالم فيها وإحنا لما الحين خايفين من قرصة قرصة الحية قلنا نخاف من الحبل أي. لا الحين خايفين من الحبل <applause> شكرا آه برشيد أنا الأخ آه علي رشيد أنا عارف عندك آه تعقيب على اللي ذكره يمكن الأخ فيصل الأخ هشام آه نقطة التخصيص بجناحي يعني تخصيص الخدمات وتخصيص أو بيع الحكومة لأسهمها راح يمتص سيولة من السوق وراح يؤدي إلى إحداث بلا شك تغيير في هيكل نشاط سوق الكويت الأوراق المالية يعني هيكل تداول الأسهم واحنا في اطار مساله او موضوع كبير لا نزال بعد ماينا لتطبيقه اللي هو قانون المديونيات اللي في سبتمبر القادم راح يبتدي الدفع او التنفيذ هل من الملائم او من الحصافه ان يعني يكون هناك توجه فعلا للتخصيص بجناحه ان شاء الله في هذه الظروف <applause> مش أن ينعكس هذا على تطبيق قانون المديونيات واسمع منك رايك على الذكرى ذكره الاخوان خاصه <applause> <applause> التاثير <أنا بس تصفيق> على الاسعار <applause> آه لا, لا بس اخذ بعض النقاط اللي قالها ابو خالد آه الاخ قال اخ فيصل اول شيء آه في موضوع آه قيام الهيئه بمعالجه اوضاع الشركات هذه عمليات مستمره يوميا <applause> ممكن احنا لا, لا نذهب الى الصحافه ونقول عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا آه دائما نتابع اوضاع الشركات ونجري التعديلات سواء تعديلات اداريه تعديلات ماليه وهي تنعكس في اربحيتها آه طبعاً العملية هذه مين سهلة الهيئة تمتلك شركات محلية أكثر من ستين شركة سواء مسجلة أو غير مسجلة عندنا أكثر من مئتين مندوب ممثل في شركات محلية وشركات خارجية فالعملية مين سهلة تتطلب بعض الوقت لكنها تنفذ في الوقت في النهاية اثنين فيما يتعلق بالتوقيت أنا أعتقد التوقيت الآن مناسب ودائماً مناسب لأسباب عديدة أولاً الشركات الآن خلينا نقول اعادت هيكله اوضاعها اصبحت مربحه، نعم. اثنين الاسعار جيده الان مو مبالغ فيها كمان انا ما الهيئه لا تريد ان تبيع الاسعار باقل من اللازم، تبي تبيع بسعر مناسب. ثلاثه بالرغم من هذا كله لا يوجد بعد زمني ملزم للهيئه. ممكن الاسهم تتصرف فيها خلال سنتين، ثلاث، اربع، خمس، ست حسب السوق. نحن نتابع السوق بصوره يوميه. اذا حسينا ان في مثلا السوق غير متقبل ما نبيع نتوقف نعم. عن ذلك بسهوله يعني الاسهم هذه موجوده لدى الهيئه من اكثر من 30 سنه تستنى عشر سنوات فيها لا يوجد عجله في هذا الموضوع نعم. واذا واذا لاحظت الان اللي قاعد نسويه خل التسهيلات على طرف معظم العمليات القادمه هي عمليات انه يجي العميل ويطلب يجي المستثمر ويطلب لا نعرض سلعه اطلاقا نعم. يجب ان يكون في هناك عميل يتقدم ويطلب ونتفق معه على السعر فنحن لا نعرض سلعه تيجي حق النقطة اللي تفضلت فيها في موضوع السيولة وموضوع السوق. أنا في اعتقادي والتأثير على قانون المدينة نعم أنا في اعتقادي أولاً برنامج التخصيص صحيح حياخذ سيولة جزئية لكن هدفها الأساسي أنه يجذب مستثمرين جدد إلى السوق وبالتالي يعمق من سيولة السوق ويصير السوق في عمق من ناحية التداول لما تكثر الأعداد بدل ما يكون 500 600 حيكونون 1000 يعني الملاحظ من تجربة شركة التسهيلات ان جزء كبير من المستثمرين على الاقل هذه البنوك المديره جزء كثير من دخلوا فيها ما هم مستثمرين بالسوق كلها اخذت من اموال ما كانت معدل للتداول بالسوق بعضها كانت محافظ خارجيه جابت سيوله جديده للسوق لا. انت تعرف ناس جدد على السوق خليهم يشتغلون بالاسهم في وجوه جديده دخلت السوق من وراء عمليه تسهيلات قاعد تعرفهم على السوق وقاعد يستثمرون جزء من اموالهم بالسوق نحن لا يجب ان لا ننسى في نهايه المطاف ان احنا لما نقول والله في حدود 800 مليون دينار هي قيمه الاسهم اللي تملكها الدوله الان في الشركات المدرجه 800 مليون دينار هذه ما في عجله اطلاقا على بيعها الهدف ليس توليد السيوله للدوله السيوله هذه لا تساوي شيء يعني كلها تقريبا مصرف يعني مصروفها الدوله لمدة شهرين هي 800 مليون دينار احنا عندنا ما في جدول زمني معين لكن نطمح انه يمكن خلال خمس سنوات نستطيع نبيع المبلغ في نهايه المطاف ترى يعني يقل عن 10% او يحاول 10% من الدخل القومي <applause> لعام 93 لو توزع على خمس سنوات يعني 2% من الدخل القومي النقطة الثانية هذه بحب نعم. ابتغاء ثباته، النقطة الثانية 800 مليون دينار هذه تعاد تعادل فقط فوائد سنتين لوداع القطاع الخاص تقريبا مع البنوك المحلية، نعم. يعني مو مبلغ كبير نسبيا السوق ما يقدر يهضمه. نعم حسب احصائيات بنك التسويات الدولية المبلغ هذا لا يتجاوز 10% من استثمارات القطاع القطاع الخاص الكويتي بالخارج. في الخارج، مبلغ يعني مقبول يمكن. نرجع مره ثانيه ونقول قانون المديونيات تاثيره مم. ما في شك يعني هناك في كلام يكتب الصحافه ويقال ان سوف يكون هناك تاثير لقانون المديونيات ان الناس المدينين سوف يلجؤون الى بيع الاصول التي يملكونها اللي, اللي من السداد هذا الموضوع احنا نراقبه في اللحظه اللي نحس ان والله السوق لا يتقبل اسهم من قبل الهيئه نمتنع عن ذلك حتى واذا جاءت طلبات ونحصل اسعار ضعيفه نتوقف عن ذلك. إيه النقطه اخ علي يعني في في من يثير طبعا راح يجي الاخوان في نفس الموضوع. في من يثير بان الحكومه يجب عليها ان تهيئ افضل الفرص لتنفيذ قانون المديونيات في شهر تسعه لان الذي بالمحك هو المال العام الذي بالمحك المبلغ المفروض ان يتم تحصيله في شهر تسعه اللي يعادل حوالي 2500 مليون دينار من واقع القانون هو خاص بالدولة وبالتالي يجب على الحكومة أن تهيئ احسن الفرص في السوق لتسهيل الناس لاصولها اللي اغلبها اسهم وعقار فيعني ما ادري ايش كثر انتم متوجهين الى تهيئه هذه الفرصه لتنفيذ قانون المديونيات تنفيذ سليم يعود على الحكومة بالنهاية نحن نراقب هذا هذا ونراقب السوق، ومرة ثانية نحن لا نعرض اسهم أس 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 لدينا بالسوق، يعني يعني دائما آه عارض السلعة خسران، نحن نرى السلعة، لحد ما يجي المستثمر ويقدم امواله لكي يبيع، فبالتالي نحن لا نزاحم المستثمرين في السوق، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، آه قانون آه شراء المديونيات الصعبة، نعم. اعتقد ووضع حد نهائي في شهر تسعة تسعة شهر تسعة لسداد الديون نعم. أه تاثيراته يجب أن, ت ان تظهر بالسوق من الان نعم. واذا ظهرت احنا طبعا نرا نتابع الموضوع ونراجعه اذا لقينا هناك في تاثيرات ليس فقط من الاسهم انا اقول حتى توجه الحكومه في التخصيص تخصيص الخدمات العامة تخصيص الخدمات يعني اعتقد يعني هذا موضوع تخصيص الفترة. الخدمات في اعتقادي ولو ان الموضوع سابق لاوانه لكن لن يكون بشيء يعني حتكون سوف تكون هناك برامج لتشجيع المواطنين على الاستثمار. قد يكون هناك في برامج منح آآ الاسهم آآ سداد آآ اسعارها خلال فتره معينه من الزمن وليس بالدا ب يعني فورا ونقدا. اثنين المبالغ التي سوف تعرض شركات اللي تكون متعلقه بالخدمات العامه ترى مبالغ لن تكون ضخمه مثلا على سبيل المثال وليس الحصر الشركه اللي الان تعد لموضوع تخصيص قطاع الاتصالات. نعم. راس مال الشركه حوالي 150 مليون دينار. حصة الدولة فيها حوالي 75 مليون دينار نعم. ما سوف يطرح الاكتتاب العام لن يتجاوز 75 مليون دينار وفي اعتقادي لا يستهان لا, لا اعتقادي لا برامج تسويقي ماله لن يكون فورا وادفع الشيك مثلا او ادفع مبلغ فورا من المؤكد انها حتكون في برامج تسويقيه جديده سواء عملية التقصير، سواء عملية آه أن مثلا يخصب من الرواتب، بل وأنا يمكن أقعد أغامر في الموضوع هذا وأقول يمكن تكون بعض الأسهم مجانية، لا. يعني في كثير من الدول عندما جاءت وخصصت المشاريع العامة اعطت المواطنين اسهم مجانيه في في اذا اذا الهيئه العامه للاستثمار ما ولو للاستثمار. ان هذه هذه مو شغلتنا يعني ولا ما نعم. أخذ هاي لا تدخل من مسؤوليتنا وهي قاعده توضع فيها دراسات بس كل البدائل مفتوحه نعم الاخ أه هشام اول لو سمحت اخ فيصل تفضل انا بس تعليق بسيط على اخ فيصل على موضوع تطوير الادوات الاستثماريه بالسوق نعم احنا اي نعم الادوات إيه احنا اه الان في صدد يمكن خلال الشهر هذا وهم الاخ علي معانا كان ان طلبنا من الشركات الاستثماريه ان تقدم لنا دراسه لموضوع الخيارات والاوبشن وهذا وسوف يطبق من اول يوم راح يجي لا. وانا اعتقد خلال نهايه اعتقد الاسبوع الجاي راح يقدمون التقرير وتمت الموافقه حتى من البنك المركزي لان قضيه التمويل يجب ان يوافق عليها البنك المركزي واعتقد احنا جاهزين بس حبيت اطمن الاخ فيصل وفي امور ثانيه اللي هي موضوع في عندنا احنا قصور في نظام التداول لانه مثل ما قال شوي ثقيل فاحنا الان اي فاحنا الان راح راح نرسي يمكن الشهر الجاي نظام الكمبيوتر الكامل ويمكن يتم تطبيقه السنه الجايه فبس هذا هذا اول تعليق بس اطمن فيصل القطاع الخاص وايد مهتم <applause> طبعا <تصفيق> الشيء الثاني انا بتكلم على موضوع تاثير المديونيه على السوق البورصه خلينا نعم نقول اللي هو مجال ايه. مجال عملي المطلوب. انا نعم. لان هذا بالفعل الموضوع الان حساس وانا اعتقد ان الركود اللي قاعد نشوفه الان هو تحسبا لما قد ياتي خلال الشهرين او الثلاثه القادمين نعم. هذا المعلومات اللي تجينا من نعم. الناس هذا يعطي مؤشر يعطي مؤشر يعطي راح يحصل مؤشر إيه أنا, انا لان احنا قاعد يجينا هذه المعلومات من المتداولين احنا نجيب معلومات من مصادرنا المتداولين يقول لك انا ما اشتري لان انا يمكن يمكن احتاج اسدد نعم. فانا شو أحط فلوسي باكر ما اقدر ابيعها مع اعتقد انه المفروض الان مثل ما قلت انا نهايه السنه والميزانيات والارباح المفروض هذا وقت الشراء اللي عاده احنا سنويا نعم. شهر 11 وشهر 12 هو قمه التداول عندنا تحصل الارباح يسمونها بروفيت ميكين اللي هو اي نعم اللي هو قمه التداول شهر 11 12, 12. فاحنا مثل ما تقول في نوع من التهيب بالسوق نعم. انا اعتقد انه قانون المديونيه اذا الارقام صحيحه انه في 6 9 96 نعم. او 95 يجب على المدينين ان يدفعون 2700 مليون حسب الدفع ال 45% أنا أعتقد ما في أحد عنده 2700 مليون يعني الدولة كلها لو اليوم تعالي باكر دفع لي 2700 مليون كاش لاحظ نقدا نعم نعم أنا ما قاعد أقول لك أصول عينية نعم. ادفعها باكر الدولة تقول أنا ما عندي أعطيك إياها باكر فما أتوقع على الناس أنها تدفع لكن أنا أفترض أنها يمكن يدفعون نصها نعم. يسيلون 1500 <applause> 1200 طبعا بيسيلونها وين في؟ نعم إن كان سوق عقار أو كان عندنا إحنا في سوق الأوراق المالية وفي هذا التسهيل راح تنزل انا اعتقد الاصول اقل شيء راح تنزل 20% نعم فبالفعل الشخص اذا دافع مو 45% نقدي الشخص دافع من اصوله يمكن 65% نعم لان اصوله نزلت اللي المحل اللي قاعد يحسبها الان انه اذا الشخص مدين خل تنزل اصوله ويسدد هذا شيء راجع بينه وبين دائنينه ومدينينه لكن اللي ما له شغل في المديونيه اللي قاعد برا لا هو مدين ولا شيء أهم اصوله راح تنزل شخص عادي قاعد عنده عماره وعنده سهم الاصول الاخرى بما فيها الدوله نعم. بما فيها بما فيها الدوله نعم. فهذه تنزل فهذه هم في انعكاس على عجز الميزانيه على الدوله وانعكاس على المجال الشخصي ابو عماره ابو شمس سهم ابو هذا في النزول هذا الشيء اللي انا دائما افكر فيه إن هذه هذه كاش المشكله مشكله الكاش يعني. نعم الشيء الثالث ان القانون انا اعتقد في نقص اساسي اللي هو قان... هذا قانون دفع اللي احنا نبيه قانون المديونيات هو... اي نعم قانون جبايه قانون دفع او جبايه احنا اللي نبيه قانون شو يقول؟ وانا اقولها لان كان هذا حتى ابو رشيد كان معنا في اللجان المختلفه نبي احنا قانون نقول له احنا نعطيك فرصه لان تعمل وتدفع مو تدفع اكو فرق بين تدفع وان تعمل مو ف... تدفع بس يعني ما تدفع وتدفع بس وتدفع انا اعطيك فرصه انك تعمل وتدفع انا ما اقول لك لا تدفع نعم فانا اعتقد اذا كان في مجال للنقاش على هذا القانون يجب على القانون هذا ان يعطي للناس حافز نعم. انهم يعملون ومن نتائجها يدفعون وانا اعطيك مثل بسيط كلش على مستوى الدول العالم يعني البنك نعم. الدولي والبنوك العالميه طالب دول مو افراد نعم. وهذه الدول لما عجزت عن الدفع الدول قامت تطلع لها قوانين يعني عشان تجبرها على زياده انتاجها عشان تسدد مديونيتها ما قالت فلسه نعم. هذه الامور يجب ان ينظر لها لان بالاخير تاثيرها علينا احنا كسوق اوراق ماليه وعلى المستثمر البسيط وعلى المدخر البسيط انعكاساته يجب ان تحسب وعلى المدين اللي هو مضطر طبعا أن يدفع المدين الدولة. مدين اذا القرارات أه بعدين بس بخالد في نقطه ثانيه فضح. احنا لما نطلع قانون او لما نطلع معادله احنا سويناها في الان الجماعه احنا نبني قاعده قاعده لتنشيط الاقتصاد احنا ما نروح ندور الاستثناءات لا. هذا سوى وهذاك سو وهذا طلع هذه شيء اشياء استثنائيه ما هي قاعده احنا لما نبني قاعده لتنشيط الاقتصاد وتسديد المديونيه اما الاستثناءات نعالجها استثنائيا نعم احنا ما نبني قانون على الاستثناء ونخلي القاعده صحيح. القاعده الاساسيه عندي اليوم كشخص اقتصادي خلينا ما اقول لك مدير ان يجب ان انشط هذا الاقتصاد لان الاقتصاد في حاله ركود واقتصادات العالم كلها في حاله ركود اتوقعها لكن فيجب ان ينشط فالقاعدة يجب ان تبنى على هذا الاساس نعم. ما تبنى على اساس عطني لان الركود اذا سويت القرار الاولي راح يزيد الركود يؤدي الى ركود آخر. ركود اكثر وركود اكثر وما تزيد الركود يؤدي الى نيام نيام ما تزيد نعم لك ودي اسمع منك بسرعه ايضا إيه. السؤال موجه للاخوان اذا يحبون بعدين يعلقون عليه اذا القرارات الاقتصاديه اللي يجب ان تتخذ على مستوى الدوله يجب ان لا تؤخذ يعني كل قرار في معزل عن الاخر صحيح يعني قرارات التخصيص قرارات تطبيق المديونيه قرارات المتعلقه بالتنشيد الاقتصادي لازم تاخذ في الاعتبار تاثير كل قرار على القرار الاخر وبالتالي اذا نفكر في المديونيه فقط يمكن ننسى, ننسى قطاع التخ... اخر صحيح. واذا نفكر في التخصيص فقط ننسى قطاع اخر مثل ما قلت لك انا احنا ك... ك... كسوق اوراق ماليه رد الفعل عندنا وقتي وبعض الساعات يكون عنيف نعم. ان كان ايجابي او سلبي نعم. ويكون وقتي يعني ان نلاحظ احنا بنفس اليوم وحتى والمشكله اللي احنا قاعد نحاول نخففها الان هي ان بعض الساعات تكون على على اشاعه نعم مو على حقيقه يه. وهذه طبعا اشاعه اشاعه يعني ما تقدر تعمل لها ورده الفعل هذه تؤثر تاثير كبير على ايه. جوانب اخرى مثل ما وانا ما دام في, في مجال نيارة. مجال التلفزيون يعني انا اقول على كلام اللي يمكن ذكره الاخ فيصل على موضوع مجال الادارات مجال الادارات انا يعني اطلب من كل مساهم يحمل سهم والان في موضوع التخصيص راح يكون مساهمين قطاع خاص انه يروحون للج للجمعيات الجمعيات العموميه ويسالون نعم يعني احنا سلبيه المساهم في الجمعيات العموميه لما نحن نروح لما الناس يحسبون الجمعيه يقول يا اخي مالكيني ما حكوني انت ايش قاعد تحكيني بس فيصل ممكن يعني المساهم الاكبر لا باكر لما تصير هذه الشركات هذه الشركات بطل لما تروح تفضل اخ فيصل اخوي انا بس اول لي تعليق بسيط مداخله على كلام الاخ علي وبعدين ابي ارجع الى سؤالك و اللي تفضل فيه الاخ الشيخ تفضل أه لا خالي يكرر انه والله انا ماني بايع شيء الا إيه؟ لما يجيني خطاب اي لما يجيني واحد يزوم يجيني نعم. واحد مشتري نعم. انا ارجع اقول مو هذا المنهاج مال التخصيص نعم. انا ليش تكلمت من الاول لازم يكون منهج نعم. انا ما حاجة يجيني احد يشتري انا عندي اشياء ما يجيني لها مشتري حجمها مو مالت مشتري واحد نعم ها أه؟ اشياء ب... بعشرات الملايين من الدنانير بل نعم. يمكن حتى بالمئات ما ادري نعم. فانا عندي شركات ناجحه ورابحه مثل التسهيلات نعم في مثلها وتملك فيها الحكومه 50 و60 و70 و80% ليش انا انطر خطاب؟ نعم. انا يكون عندي منهاج واسلوب انا اجي واقول الشهر الفل... ما ابي اقعد الصبح افتح جريده واشوف ولا على رشيد معلن مزاد في السهم الفلاني العضو المنتدب بالهيئه العضو الع... إيه العضو المنتدب بالهيئه العامة للاستثمار فاللي <applause> <applause> شريته امس ب 200 فلس عرضه باتو بالمزاد يمكن ب 180 او ب 200 او ب 210 اللي اي كان ها هذه اشياء مفاجئه تكون للمستثمر تخلي المستثمر, المستثمر يـ 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 يهاب شويه من, <applause> من 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 امور غير معلومه لازم المستثمر يعرف من الان لو انا كنت في محل علي اني احط منهاج سنه كامله اقول انا بالشهر الفلاني راح انزل الشركه الفلانيه الشهر الفلاني راح انزل الشركه الفلانيه. الاسلوب مثلا معدل سعر السهم خلال الثلاث شهور الماضيه نعم ناقص 10% او 15% نعم من السعر للكتاب العام مع اولويه للمساهمين 25 هل تسند هذا على تجارب سابقه في دول اخرى؟ انا طبعا اكثر تجربه ناجحه اللي قاعد ياخذون منها معظم الدول بريطانيا بريطانيا, بريطانيا. تعال شوف ايش لما جات تخصص تخصص شركات مطروحه بالبورصه وعندها ملكيه جاءت وقال سوت شيئا اولا حطت لها منهج ومجلس لها ثانيا قالت انا انزل الاكتتاب العام 10% انزل من سعر السوق واقسط وكان ذاك اليوم سعر الفائده عالي فالتقسيط كان في توفير حوالي 7 8% فالمواطن كان يوفر 17 18% عن السعر السائد بالسوق في سوق لندن لاحظ نعم. وسوق الكويت سوق لندن المولع اللي الثقه الثقه في النظام الاقتصادي مرتفعه وتداول قوي والسيوله متوفره الى اخره وادوات التداول من 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 كثيره, كثيرة. فانا ما ابي هذه واحده بس انا ابي, أبي طيب اتكلم على الاخ شام الاخ موضوع المديونيه كلام جميل بالنسبه لموضوع المديونيه وانا احييه على الكلام اللي قاله وايده بالكامل واحب اضيف الحقيقه بعض هذا قانون المدنية يعني سيس زيادة عن اللزوم وطلع قانون أعرج وأجمعوا معظم المراقبين المتخصصين في الموضوع أن هذا قانون غير قابل للتطبيق غير قابل للتطبيق لأن أنت في سوق ضعيف مثل سوق الكويت في الوقت الحاضر غير قادر غير قادر على استيعاب اصول مرهونه في الجهاز المصرفي والمالي بحدود 2000 مليون دينار يجب ان يسيل معظمها او جزء كبير منها علشان يوفي بدفع آآ آآ مديونيه 6 بليون 45% حوالي مليونين و750 الف 2 بليون و750 الف دينار. مليون دينار مليون دينار في شبه اجماع انه في استحاله في التطبيق وبالتالي التعديل امر اتي لابد من بس في من يقول طبق القانون وليكن يكون ما يكون بس انت اذا طبقت القانون ك تحرق تخلي الحريجه عقب ما تحرق الاخضر واليابس بعدين تعال انقذ الامور بعد ما تحولت الى الى رماد يعني تخسر مالك طبعاً اللي هو جزء من المال العام انت اكبر مالك للاصول هي الدوله لا. واكبر خاسر لانخفاض الاصول هي الدوله وبرنامج التخصيص اللي قاعد تحاول تقوم فيه الهيئه العامه للاستثمار ما راح ممكن ما راح يمشي اذا هذا القانون لم يعدل بالشكل اللي اجمعت عليه معظم المؤسسات المتخصصه بما فيها البنك المركزي، غرفه التجاره، جميع المجالس المتخصصه اللي شكلتها الحكومه كانت تجمع على انه لازم يكون في عشرين سنه ولازم يكون في فتره سماح ولازم يعني تؤخذ هذه الامور بعين الاعتبار نعم. بينما سيس الامر وصار في مقايضه نعم. بين او 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 او, أو مقاطع بين المجلس الامه والحكومه وجاءوا حلوا الموضوع ب 12 سنه بدالها احنا ما ودنا نتوسع في ف... قانون المدنيات لان راح نفرد له ندوه خاصه نعم نعم فانا اللي بقول لك اياه انه انا اعتقد ان هذا القانون حيكون حجر عثره امام اعاده الثقه في تداول في سوق الاوراق الماليه وامام خطه التخصيص وامام خطه عن الهيئة عن التخصيص مالت الهيئه حيكون حجر عثره كبيره جدا أمام هذه أمام هذه الشيء ما لم يعدل بالشكل اللي أجمعت عليه معظم معظم المراقبين والمؤسسات المالية حيكون حجر عزيز. شكراً الأخ علي شكراً, آه شكراً هو طبعاً آه قانون المديونيات بحر واسع أنا عندي وجهة نظر الخاصة فيه بس أعتقد ما نقدر نغطي فيها الوقت المناسب اللي عندنا فهذا موضوع طويل نعم. آه بس أرجع موضوع على موضوع التخصيص أولاً حسب علمي لا أعرف أن هناك في دولة نادر ما تيجي دوله يعني مقدما وتقول انا املك اسهم في بنك او اسهم لك في شركات واني خلال 12 شهر القادمه سوف ابيع الاسهم الفلانيه او الفلانيه حسب علمي على الاقل مثلا في فرنسا كل شركه على حده يعني مثلا اول ما قالوا عن بنك ناشونال ديفاري اول بنك ما قالوا في شركه ثانيه قالوا في شركه ثانيه هم يملكون في شركات تامين يملكون في شركات سيارات بس ما قالوا امتى وقالوا بكم والسعر لم يحدد الا في اخر لحظه نعم. بعد ما انتهت عمليه تخصيص بنك الوطني بنك باريس الوطني دخلوا في موضوع شركه رينو وشركه التامين لكن هذه دائما التسعير والتحديد تؤخر لاخر لحظه من لانك لما اول ما تبين الحين لو تروح في سوق الاسهم الان ويجي مستثمر كبير ويقول انا والله خلال خلال 10 اسابيع القادمه سوف ابيع اسهمي كذا واسهمي كذا واسهمي كذا من المؤكد ان الاسعار سوف تنزل ما في روح تعال خاصه اذا كان مالك كبير مثل الحكومه ما في روح تعال فبالتالي نحن يعني مع احترامي حق وجهه نظر الاخ فيصل فهذا هذا هذا البديل اللي نقوم به راي راي مقابل نعم لان ننتظر فقط السوق وحسب حاجته اثنين في الوقت الحالي الان عندنا عده طلبات من قبل مستثمرين محليين مو بس ملايين بعشرات الملايين على على بعض الاسهم اللي نملكها الآن. يعني مو صحيح ان لا توجد اموال لاستيعاب لا 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 الاسهم لا لا لا. الان, ما الآن الان امام نظر الهيئه في عده طلبات مش واحد ولا طلب ولا طلبين ولا ثلاثه اكثر بكثير من ذلك لعده شركات نعم. وبمبالغ بعشرات الملايين معروضه نقدا مش ليست الاكتتاب العام لكي يشترون هذه الاسهم ربما اذا مو صحيح ان ما في اموال لسداد المديونيات يعني الح يعني, في الوقت الحالي انا يعني لا استطيع اول افصل بين نقطتين بس في عندي طلبات ونحن فقط سوف نتعامل مع الطلبات اللي عندنا لن نعرض الاسهم في أه... هو اهم شيء لا يوجد بعد زمني ملزم لنا الهي العمل استثمار تبيع بالسعر المناسب في الوقت المناسب عندما نحس ان السوق لا يتقبل لا بالعكس نحن لا نبيع الا اذا السوق طلب نعم اذا السوق لم يطلب ما نبيع ما في حاجه لك. شكرا حضرات المشاهدين حاولنا في خلال هذه الساعه ان نتطرق إلى أغلب ما يتعلق في نشاط أو سياسة التخصيص بيع الحكومة لجزء من أسهمها إلى القطاع الخاص أو بيع حصتها أو ملكيتها للخدمات أيضا إلى القطاع الخاص موضوع طويل وشائك ونترك استكمال الحديث عنه الى ما يدور في اوساط الصحافه والمجتمع بشكل عام حول هذا الموضوع، في نهايه هذا اللقاء اشكر الاخوه اللي شاركونا في النقاش الاخ علي رشيد البدر العضو المنتدب للهيئه العامه للاستثمار والاخ فيصل علي المطوع رجل اعمال وعضو مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه الكويت والاخ هشام العتيبي مدير عام سوق الكويت للاوراق الماليه، شكرا لكم جميعا والى لقاء جديد في حلقه جديده من برنامج قضايا وردود.